ضيفنا الآن السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سعادة السفير. أهلا يا سيدي. أهلا بحضرتك. وبداية يعني كيف يؤثر تغير المناخ على السلم والأمن في قارة إفريقيا؟ خليني أخذ من كلام حضرتك الإشارة للقاء اللي عقده مجلس السلم والأمن الإفريقي بدعوة من السفير المصري في أديس أبابا. كون مجلس السلم والأمن الإفريقي يعتني بقضية معنى ذلك أنها قضية باتت مهددة للأمن والسلم والاستقرار في القارة الإفريقية. وقضية تغير المناخ باتت هي القضية الأهم على الساحة الإفريقية والدولية، كما كانت وستظل معنا لبعض الوقت قضايا مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب. فتغل العالم الشاغل الآن هي قضايا تغير المناخ. طبعا منذ أيام قليلة في الفترة من 2 ل 12 شهر نوفمبر الماضي كانت هناك يعني تظاهرة دولية في قمة المناخ في مدينة جلاسكو البريطانية، دليل على أن العالم ليس فقط على المستوى الإفريقي ولكن على المستوى الدولي مهتم بقضية المناخ لمخاطرها. وقضية المناخ ليست قضية احتباس حراري يسعى المجتمع الدولي لتخفيضه لدرجتين ألا يزيد عن درجتين. الاحتباس الحراري هو مقدمة لكوارث طبيعية ومخاطر جامة على حالة المناخ. احنا عايشين في جلوبال أو إيكو سيستم، عالم متصل، يعني إذا ما زاد التلوث في منطقة ينعكس على باقي المناطق. ونحن في إفريقيا والعالم العربي أقل الملوثين، يعني 100 دولة لا تلوث إلا ب 3%، بينما 10 دول فقط من العالم المتقدم تلوث بنسبة 68%. يعني إحنا ضحايا عملية التلوث البيئي والاحتباس الحراري. وطبعا أنا عايز أوضح برضو أن التغير المناخي هو تحول طويل الأجل، يعني منذ الثورة الصناعية ودرجات الحرارة وأنماط الطقس بتزيد، والتحولات دي مش ما في شك. لكن نظرا يعني لضيق الوقت نتحدث عن الجهود المصرية لمواجهة هذا التحدي. نعرف بالطبع أنه مصر ستستضيف كوب 27 في العام القادم، وهي تتحدث نيابة عن إفريقيا والدول النامية عموما. طبعا احنا في جلاسكو منذ أسابيع قليلة قدمنا استراتيجية مصر 2050 للتحول المناخي. كما ذكرت سيادتك هنستضيف كوب 27 قمة المناخ العالمي، وسنتحدث باسم القارة الإفريقية. خد بال حضرتك أن التحولات المناخية تؤثر أيضا على زيادة أعداد اللاجئين والديسبليسمنت أو الانتقال أو النزوح من مكان لآخر، لأن زي ما حضرتك عارف كثير من الصراعات بتنشأ والمواجهات العسكرية بتنشأ بسبب التغيرات المناخية، فترحل القبائل بحثا عن الماء والكلأ في مناطق الآخرين فيتصادموا. بالتالي سنتحدث في هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا طبعا في الحلقات القادمة. أنا بشكرك نظرا لضيق الوقت السفير محمد حجازي، شكرا جزيلا لك.